ذكية، مشنون مان قديش توحشتك هالغيبة يا بنتي. كنتو فين يا دتوش؟ قديش توحشتك، راني قد صبري في الدنيا هكا توا نهارين كاملين ما نشوفكش. والله غاطسة يا وخيتي. قل لي سراويني. تخف بنيتي، تعبة تعبة، مسحت سيقت طيبت غسلت الصابون رصفت الحوايج حدت. قلت لها لا عادي يزجي وا بنيتي يزرع عليك. لبدت كتبتها وكراساتها مشت تقرا حدا صاحبتها وربي نجح. حطينا نويل بنتي، ربي جاب في وجهها الضو، جابت لي 16 معدل سمستر. خادي غريبه زكية، انا في العاده ما نعرفش اللي الحجمات يقراو بالكراسه والستيلو. هذاك على زمانك انت كان كل شيء بعلي، اما توا عزيزتي الدنيا تطورت. تيقول لي عاد سارة بنتك قديش جابت معدل؟ 55، خمسة تقول هو الله احد، جابت 19.99. يا لطيف، ضربت على العارضة، مازال لها 0.01 وتجيب 20، سبحان الله. سرورة يا خي، لتوا معطوكم النتيجة نتاع قرايتكم؟ شنو؟ لتوا معطوكم النتيجة نتاع قرايتكم؟ والله يما والله راني نغزل راني نغزل، كيفاش لتوا خرجوه؟ ربي يهدي. ما انت في بالك اللي أينشتاين 7 مرات الباك ما خذاهش يا ابو قلب، لا مر لا سنين لا ثلاث، وبيل جيتس هذاك فلوس تطير امور فلوس، ما كماش قرايته زين. اي وين تحب توصل انت؟ والله الا عندي وين نحب نوصل، خاطر في بالي ما في بالكش حبيت نعلمك. لما نهاو في بالي. اي وبعد؟ ما يا اخي انت كنت قرايه قبل؟ ايه يا حسره عاد على قرايتي. انا اللي قدامك كنت نقرا على شمع ونضرب 20 كيلومتر مشي وجاي. وكنت شد سرويلك بالتل. شكون قال؟ ما نحكيلكش عاد المعادله ما كنتش نهبطها تحت 17. خلي عاد في الفرنسي متصور حتى دفورات كانوا يعلقوهم في الليسي. اي مالها؟ مش ياخذوهم الطلبة عبرة ما يعملوش كيفهم. اه؟ قلت ان شاء الله تخرج النتيجة من هنا للعشية، راني ستريسي ستريسي نلعب على المونسيون. وين اوال؟ تشبر ربي شنو باش نعمل؟ راهم 6.00. كيفاش باش نقول لها انا توا؟ لا لا ما نجمش نقولها الفاك غلطولي، ما تعرفيش دوش دوش تنجم تمشي تعمل لي عرعور وتعطيني مقص قدام العباد وتهبط تاكل للمدير و... لحظة بربي تو نكلمك نوال. سارة من فضلك عايشة اختي نجم ندخل؟ مولدي راني انا كي فسرت لك الحكاية قلت كذيك قولوها قدام الباب مش بعد ما تقعد بنص ساعة. اه باهي مش مشكل، بالله تشوفي لي عندي مساج بعثتولي لحيرة. بربي انا لحيرة مولدي عبال موكي. ابحثي لها قولي لها تو ما مونكي تو ما مونكي جوسكا لا فان دي موند. مولدي وقته توا بربي. اسمعني كي كنت تجيب معدل خايب كيفاش كنت تقول لامك؟ لا ولد خالتك عمري ما جبت معدل خايب. بالحق؟ اي كيفاه؟ عجلنا ما قريتش الجمله. تي بربي يزم البلاد والله نحكي بجد يا مولدي. كان ما سال على الاخر ما كنتش نقول لهم كانوا يمشي واحدهم يعرفوا قداش النتيجه وانا نبدا حاضر نفسي انا للطراحه. قديش عاونتني مولدي؟ ما عندي حتى قلق. لا علاه جبتي حاجة خايبة؟ ليلي ستة. هي ست شبيها ست؟ بيحت شي ما ست متاع العشية والعشية اللي توما طابوا نجوا. واه حمل وقتاش نتعشاو الست؟ تعرف ما صاحبتي انا عملت عرسة 6 أيام و6 ليالي، شو يعمل 66 كيف؟ عليه نمرو 7 ما عادش تباختوا بيها؟ تي لا ما يقولوا هكا نمرو 6 مبارك، وهذاك لو طون يجيب برشا حاجات باهي. يا ناري على بنتي خرجت على صغر سنها، ملي قلت لك ما عادش تقرا برشا راك تولي تصير منو. لا لا سافا انا اموري 6 زيد. اي قوم قوم فابا 6 مغارف 6 اصح نقوم اغسلهم يا ستي. يا ست الحبيب يا حبيب حبيبة. كل صباح يا غور ديليس يعطيك الفورمه اللازمه باش تعدي نهارك بالباهي.
الفورمة اللي تخليك ناشط وزاهي حتى وانت مشغوب وليه. ونهارك كي بالفورمة تبدأ ضحكة تعديه وتفاه. ياغورت ليف يوفر لك كمية من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم اللي تضمن لك تغذية صحية ومتوازنة. ياغورت ليف صحة وفرحة. زغريتا على 500 خاطر اليوم على اورانج 500 مليم في تليفونك تجيب 15 دقيقة مكالمات نحو كل مشغلين. استحفظ على صحتهم ورد بالك عليهم وبدهم جولدينا بلوس. راهي جولدينا بلوس غنية بالأوميغا 3 وما فيهاش ترانس. وكانك على الكوليسترول تهنى ما فيهاش كوليسترول بالكل. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة. المرمز ما يجيك كان بالبصل والسلطه المشويه ما تجيك كان على الكانو والمقلي ما يجيك كان بزيت نجمه للقليه. نجمه راك حره. مع الخمسمية خاطر اليوم مع أورانج الخمسمية مليم في تليفونك جيب لك 150 ميجا انترنت 3G. سارورا سارة يا لوح ماما قومي حبيبي قومي شنو هذا؟ واه أمي العزيزة دوجة. أما بعد أنا بنتك العزيزة سارة نكتب إليك هذا الجواب بألم وحزن كبيران. فلقيت رجل أحلامي وقررت أن أهرب معه لأعرس به. أنا نعرف هو لن يعجبك ولا ترضى به لأنه بطال، إلا أنه مش منه. فلقد دخل إلى الحبس مرة واحدة فقط. أما قضيته ليست كبيرة، القتل العمد مع الإثمار والترس. وصحيح أنه لا يملك دار، إلا أننا سنعيش سعيدين معا في محطة القطار. كما سأحاول أن أبطل له السطلة والقمار وكل الموبقات الأخرى. هو صحيح ولاده لا يحبونني برشا وولاد ولاده كذلك، لكنني سأستعمل خبرتك العظيمة وتجربتك الكبيرة في التعامل معي. أم أعتذر إليك جدا جدا جدا. أمي العزيزة ادعي لي بالتوفيق وأنا سأدعو إلى الله أن يسامحني. ابنتك العزيزة سرور المهبول. خدمتش عليها هكا مقيمتي على الصباح اجري التهامي اجري حياتي كاملة وتقوم تقاوموا فيش ثمش صار سارة سارة هربت يا تهامي هربت يزينا بلا هربت. عمرك في حياتك كده تقوم الستة متاع الصباح؟ بنتي اللي ربيتها وقريتها، بنتي اللي بعت عليها النوم الغالي وسهرت عليها الليالي. برا يا شمات تزكي فيا. تي تلقاها تفديك هذيك يا دوجة. لا مش تفديك يا تهامي، شوف خلت لي جوار. خلت لي جوار شفتها. قلت لك ارخف تلقى ما تحل. قلت لك راهي مش تربية هذه. عليه الكبس، ما تعرفش الكبس برشا يخلق الانفجار. تبعتني انا في تجربتي في التربية، ديما يزمك تكون مع ولدك ديمو. شنية هالديمو؟ ديمقراطي. ما تحبش علي ما قالوا ديمقراطي. يا سارة شعمت يا امي العزيزة دوجة لفضيحتي. الى خالي العزيز ما نوصيكش على دوجدج، اني اعول عليك كثيرا باعتبارك رجل البيت نوعا ما لا رجل نص. لقد حكمت الظروف باش نقطع تحت ستار الليل وتركت لك كل ما املكه. خليت لي كل شيء خليته لي انا. توتو هاوكا البارح خليت لك بايك في الكسكسي في الميكرو اوند يا نار.
يا ناري مسكينة بتوقت تخمم عليا حتى ويا أربا قلتني باي بالكسكسي يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري حتى أنا مت بالشر ما افطرتش سماع قوم بارمشي سخر الأكل فايت تي وحدو طوى تي بلاش تحبني نعمل أنا ما تزدكش عليا أنت كجت سارة رايية قامت سخرتوني بارمشي سخر وحدي أنا لما بيتاري يا سارة جعمت لك يا بنيدي يا سارة جعمت لك بالله شفم مقاوميني على السباح تقولوا لي يجا اجري لا يزي مشني راقد لا يزي راقد مشني ها شفامو سارة عرفت يا موشي سارة عرفت شبيها سارة ما مشيت ما نعرفش عليها وين مشيت الله يرحمها شو نعملو يرحمها تولي على بيتش قوم قوم اخذ بعضك من خدامي قوم كسكسي ما تماش كسكسي وينو كسكسي انا بلقي جواب انا الى امي انا وكسكسي ما تماش اقرأوني بشوي بشوي لباس لباس حمدو لا يزي بركة اسكت دشتش العزيزة اريد اعلمك اني لم اهرب مع حبيبي هاك ما هربتش لانه اصلا ما عنديش صاحب اما هوك حاجة اهون من حاجة ماني جبت ستة معدل في السمستر هذي ستة اي اما خير ستة ولا حرقة مشكة ستة يا سارة والله والله يا سارة يشدك لما ناكلك بصنية يا جبات الزكية فيا برا توا عودة الى خالي الكسكسي اللي خليته لك كلاه المولدي يلكك يا المولدي يلكك ديما في جرتي علاه هكا علاه اش عملت لك